هذه مرة جديدة قلت الكروس مطلوب فعلا، هيدا يلي عمله علي بس بالتمريرة العرضية الجميلة جدا، مرت عن مهدي خليل وبس تمر عن مهدي خليل يعني في امور تانية نحكى على مهدي زين. كرة ثابتة، محمد حيدر بيلعب الكرة لداخل منطقة الجزاء لمحمد قدوح، جول تاني لفريق العهد. غاب عن المباراة وضرب ضربته بلمسة واحدة بتسديدة وحيدة محمد قدوح. علي السبع، اوه بالله خطا من علي السبع، محمد حيدر جول. يا حيدر خلص الكلام فيك. ترجيع علي السبع، موني بيتقدم موني وبيسدد داخل الشباك، جول ثالث لينهي المباراة. المباراة انتهت، المباراة انحسمت، موني عم بيرفع رصيده ل 13 هدف.